السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. Today, inshallah, we will review the first 12 names of Allah subhanahu wa ta'ala and we will practice number 13 and 14. Say it with me. هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. And number 13 is الغفار 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 الغفار. Say it with me. الغفار. One more time. الغفار الغفار. Again. الغفار. Say it by yourself. Good job. One more time with me. الغفار 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 الغفار. Say it by yourself. Good job. هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. Number 14. القهار 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 القهار. Say it with me. القهار القهار. One more time. القهار. Say it by yourself. Good job. Let's read from 1 to 14. هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الغفار القهار الغفار القهار الغفار القهار. Practice from 1 to 14 and inshallah next time I will send you more names. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.